بينما أمامنا أخطر كرة إشبيليا في تولوب. الكرة بعد تعود عند أسينسيو. أسينسيو أمام أكثر من لاعب، وتدخل وخطأ على قوس منطقة الجزاء. ماركو الفنان، ماركو وكرة جول. هدف أول لريال مدريد. ناتشو، نعم نعم، ناتشو في كل مكان، يقدم الكثير لريال مدريد. وفي اليوم الكبير يلمع ناتشو، ريال مدريد يسجل. كيف جاء الهدف؟ كيف سجل الهدف؟ أسينسيو بدا القصة، حصل على خطأ، وبعد ذلك الكرة نفذت سريعة من جانب ناتشو. ماينكو صفر، أعلن الهدف. إشبيليا لم يضبط الجدار، إشبيليا كان في الانتظار، لكن ناتشو لم يكن عنده مزيد من الوقت لينتظر. يريد الليغا ناتشو، ويريدها ريال مدريد. هدف أول، هدف مفاجئ، وخورخي سامباولي لم يكن راضيا عن اللقطة الأخيرة في المباراة. ريال مدريد هدف، إشبيليا لا شيء، ريال مدريد هدف، برشلونة لا شيء، بمعنى إنه البارسا لم يسجل بعد. خاطئة من الدفاع، مشروع مرتد لرونالدو، رونالدو مع أسينسيو، يلعبها لماركو بكرة، وخميس مار، وخميس بعد ذلك. عادت لخميس، وين الدفاع؟ ذهب أدراج الرياح، عادت من الحارس ثم عند كريستيانو. رونالدو يريد أن يكون حاسما في المنعطف الأخطر والأهم في الليغا وفي الشباك المفضلة لديه إشبيليا. هذا الهدف رقم 24 من الخصم المفضل إشبيليا. هذا هدف جديد. كم هدف، كم رقم قياسي، كم لقب. أتعبتني في العد، وأتعبت من بعدك يا كريستيانو. رونالدو يسجل ثاني أهداف ريال مدريد. قلت بأنه خامس رودريغيز، قد تكون مباراة الليلة هي الأخيرة له في ملعب سانتياغو برنابيو. ربما تكون مباراة الوداع لخاميس رودريغيز. رودريغيز الذي تألق في بعض المباريات هذا الموسم اللي دخل فيها، بل أنه في مباريات إشبيليا بالذات يقدم أداء كبير. مشروع هدف لإشبيليا على الجهة اليسرى، محاولة لفيتولو، فيتولو مر، فيتولو عدل تمريرة، بعد ذلك لينزونزي، جميل، ويوفيتش، وكرة. هدف أول لإشبيليا، نعم نعم، الله على التمريرات، على اللعب الجماعي، على الكرة الحلوة، وعلى إشبيليا. فريق سان باولي لم يستسلم. شوف اللمسة من وين بدأت، فيتولو، لينزونزي، فيتولو، يوفيتش في البعيدة، والكرة في شباك نواس. في كل مرة كان ينقذهم خيزول كيلور، الآن الكرة في مرمى نواس، وهدف أول لإشبيليا. هدف عن طريق المعار من إنتر، يوفيتش، إشبيليا يسجل الهدف الأول. في المئة عكس الشوط الأول بالذات، العشرين دقيقة الأولى منه ريال مدريد كان يأكل الملعب بالطول والعرض، والفريق الأكثر سيطرة. إشبيليا عاد بشكل جيد في أجواء المباراة، لمسة فيها تغطية من جانب فاران، العودة من ناتشو إلى كيلور نافاس، نافاس طويلة إلى الأمام، محاولة فيها تدخل من جانب الدفاع، ميركادو، مونتويا، ناتشو، توني، تدخل جميل يستعيدها بعد ذلك أسينسيو، لمسة لكروس خطيرة داخل منطقة الجزاء، يلعبها لرونالدو، قوية يا إلهي. ثالث لمدريد، صاروخ ماديرا.
كريستيانو يؤكد الانتصار. يا لها من ضربة، يا لها من تسديدة، يا لها من كورة، يا له من هدف يا كريستيانو. جميل اللقطة الأخيرة بعد عمل رائع أسينسيو. رونالدو هذا يا ماركو، هذا توني، نظرة واسعة، لمسة جميلة، رونالدو بوم. تبا لك يا كريستيانو، قلبي الصغير لا يتحمل، والشباك لا تتحمل، والخصوم لا يتحملون. هدف يؤكد انتصار مدريد ربما اليوم في زاوية قاتلة لرجل الأرقام الكبيرة، لرجل المواعيد الحاسمة، للنجم كريستيانو رونالدو. ثلاثية مدريدية يومين غير رونالدو، شباك المفضل وخصم المفضل. يبتسم زيدان ويقول في داخله تبا لك يا كريستيانو. راسية ومحاولة وتمريرة، يلعبون بشكل رائع في مباراة في الليغا كما لو كانوا يلعبون في حديقة. يا لها من تمريرة أسينسيو، وكرة لتوني. مدريد مرقي جميل ورباعية، يا سحرك يا ريال، يا متعة أدائك يا ريال. يا لها من كرة قدم تدرس، ويا له من عمل كبير. أبو العيون العشرة، أبو اللمسة الساحرة، سوني كروز يسجل الرباعية. أربعة ريال مدريد، هدف إشبيليا، خلصوا على المباراة اليوم. هذا هو الفنان ماركو أسينسيو، ولمسة بعد ذلك لتوني اللي يضعها في الزاوية البعيدة. ما رأيكم برباعية؟ هكذا قال توني للمشجعين، قالوا نعم يا توني نريدها، نطمع في رباعية اليوم، لأنه لازال في بالنا، في ذاكرتنا تلك الهزيمة من إشبيليا. دعنا نثر بشكل أقوى، ودعنا نقترب من الليغا، ودع إشبيليا تكون عتبة الصعود، وقربنا أكثر، واحتفل أكثر، وابتسم أكثر وأكثر. مدريد أربعة، زيدان ما أروع، وريال يقترب من الانتصار في مباراة كبيرة.